السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الحيوانات والطيور. النهاردة هنتكلم عن النسر. النسر الأبيض رؤيته في المنام، ودي من الدلالات قبل ما ندخل على العزباء وإلى آخره. من دلالات النسر في المنام أنه يدل على سعادة وفرحة، وقد يدل النسر في المنام على وظيفة ومسكن جديد وتحقيق آمال وطموحات وخير وبركة. الأسود من النسر خصومة وعداوة وفراق أحبة. الأسود في المنام خصومة وعداوة وفراق أحبة. وقيل، طبعا كل دي دلالات ممكن تمشي مع واحد ممكن تمشي مع التاني، وقيل فقر وكثرة ديون، وقيل أخبار سيئة، وقيل هموم وأحزان. طيب بالنسبة لريش النسر، تحصيل مال من حلال، رؤية الريش بس فقط، تحصيل مال من حلال. عيون النسر، أحيانا ممكن تشوف في المنام أن أنت عينك جيت في عين النسر، هو ده الحلم. الشعور بالأمان على خلاف الحقيقة. يعني يعني عيونه أصلا في الحقيقة بتخوف، لكن بتنعكس في المنام أو في الرؤية على خلاف الحقيقة. يبقى رؤية عيون النسر أمن وأمان على خلاف الحقيقة، فعينه أصلا في الحقيقة بتخوف. بالنسبة لبيض النسر، رزق حلال وربح من تجارة، وقيل من ميراث، وقيل كثرة أولاد الذكور وزواج لمن لم يتزوج وشفاء مريض. كل ده لرؤية البيض. بيض ايه؟ بيض النسر. هجومه مرض او زيادة مرض، اما ان يكون عندك مريض فزيادة مرض المريض، واما ان تكون معافى فهذا مرض والعياذ بالله. امتلاكه شأن عظيم. امتلاك النسر حتى في الحقيقة، الناس اللي عندها نسر وصقر تحس ان هم يعني سبحان الله عندهم فخر وعزة ان هم بيمتلكوا هذه الطيور. أكل النسري طبعا ده على خلاف الحقيقة، ده طائر ما بيتاكلش، لكن في المنام شفت ان انت بتاكل النسر في المنام، فده فسق وفجور وارتكاب معاصي. ندخل بقى على بنت العزباء. رؤية البنت العزباء للنسر الأبيض حظ سعيد وفرح وسرور، وقيل وظيفة وقيل زواج. ده الأبيض. الصغير منه تحقيق أمنيات، وكذلك الريش زي ما احنا ذكرناها في البداية. طيب بالنسبة للمرأة المتزوجة، تحقيق أمنيات وسعادة زوجية. ده مين؟ للمرأة المتزوجة حينما ترى النسر في المنام. رؤيته يطير محبة الزوج لها. هجومه رزق وخير. سبحان الله، الحامل رؤية النسر، فدي رؤية تدل على قوة تحمل هذه المرأة الحامل للحمل. انت امرأة قوية وبتتحملي ألام الحمل، ويدل النسر بالنسبة للحامل على المولود الذكر. المولود هيكون ذكر بإذن الله تبارك وتعالى. طب بالنسبة لرؤية الرجل، دي آخر حاجة نتكلم عنها، رؤيته خير وبركة. هجومه متاعب ومشاكل. ومع شديد الأسف هذا كل ما يخص النسر في المنام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.